السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع عملها جوجل لاستفادة من الذكاء الصناعي في ان هو يفهم اللغة الهيروغليفية. الهدف منه ان انت لو في اي مكان ولقيت بردية، لقيت حاجة على الحائط، على حاجة بالهيروغليفية، فبالكاميرا على طول يترجم لك الكلام دوت. ودي حاجة جميلة جدا، ومفروض ان هو بعد كده لما يتطور هيبدأ يفهم بقية اللغات القديمة، لكن هو البداية بتاعته والتركيز بتاعته دلوقتي على الهيروغليفية. فممكن نقول له learn او play، تبعت له كود وهو send coded message using هيروغليفي الورك. طيب learn، فبيشرح لك بقى الخطوات. وعمل خدمة كمان ان انت مثلا هتكتب thank you، يبدأ يجيبها لك باللغة الهيروغليفية. مثلا عايز تقول اي كلمة، مثلا you too، يجيبها لك باللغة عاملة ازاي، وهكذا بقى عندك قاموس. ممكن حتى تستخدمها في الشات، ده هيبقى مثلا زي تقدر تكتب اي حاجة هو يترجمها لك للغة الهيروغليفية بالشكل. مثلا اقول له ايه ايجيبت، اي ام ايجيبتيان، كل رمز من ده بيقول لك مقابله باللغة الهيروغليفية بيبقى عامل ازاي، مع العلم ان هو كاتب تحذير ان الكلام ده مش دقيق قوي، ممكن نستخدمه فور فان هكذا، لكن ما ينفعش ان احنا نعتمد عليه حتى الان بشكل اكاديمي، يعني كانه جوجل ترانسليت اول ما بدا. بس مع الوقت ان شاء الله يوصل لدرجه كويسه جدا ونقدر نقرا الكلام المكتوب على المسلات وورق البردي.